خلاص على مستوى هذا الباب تمت الإجابة. طبعا تم إزالة الجسم حق هؤلاء اللي طالع، والآن في الدكان الذي بسم الله عنه. هذا الدكان برضو سيزال نصف الدكان، نصف الجسم فقط. في سبيل الله وربنا يكتبها في ميزان حسناتنا. تمام ما شاء الله، بعد إزالة الجسم الخارجي في هذا المكان أصبح الخط في الحجم الافتراضي ما شاء الله. طبعا يتم الحفاظ على الأخشاب والأبواب. فيش الأمة طيبة تماما، ابتعد الجسم الخارجي فقط. الآن يتم عمل جدار وأبواب. اللهم صغر حجم الدكان الذي كان سابقا بما يقارب نصف متر أو متر فقط.
اكتفينا بالحجم هذا ولا حجرة واحدة خلاص. ما شاء الله ما شاء الله، هنا الوصاب وهنا الوصابيون قدموا اعلى ما عندهم، قدموا ما لديهم. يا حليل اهلا الله. سلام من الله عليكم، طبتم وطاب يومكم. اليوم 16/9/2021 وهنا دي صالح، وهذه البلدة عبارة عن سد كبيرة والله كبيرة، يا عمود دخلة خمس عمود كبير. لكن نقول سلام الله، سلام الله على من تبرع، سلام الله على من ساهم، سلام الله على من قدم.